كيف طاح خويا يونس حاليا ما عندهش ورقات باقي ما عطاوش الزرقه مازال كما كتشوفوا الخوت غادي نبارطاجي معكم هذا الفيديو خاص في هذه الخيرات هذه اللي داخله اليوم عند بوغابة تبارك الله وصلنا فيها الخوت كما كتشوفوا معنا البرقي السليماني بالوريقات ديالو وهذا اللي هنا لا ما عندوش وريقات كما سمعتم انا 190 حاليا اللي واصل والبرقي السليماني 320 كما كنشوفوا الخوت الخيرات هذه ديال بوغابة كاين شي ورقه ولا ما كاينش فين الورقه جوج وريقات مليون عندي صافي الله يربح وهذا دير بلاك انت انت دير بلاك ودير له شريت اللون حيد الكاميرا وشري خايف شي لعبه هذاك يضرب 1400 على بقى يجي تخدم الصندوق شحال اخو شحال قول لي ولا سين مليون و 40 دي كاينه اه خلاص مليون و 40 مليون و 40 مليون و 40 اه سليمان بي ديجري انا ادوي بي ديجري بي ديجري ورقة عنده 10 سنين هذا مليون و 40 عنده 10 سنين ما سمعتش عنده 10 سنين الخوش صافي شاري منك ضرب الله يرحمك انا حطيت الثمن في الجوازه ديالي ماشي قلت الثمن عارف اللي كاين انا هذا شوف هذا صافي راه مليون جاب الله جاب الله جاب الله جاب الله ام غابه اش عطاك قطعها خويا يونس سيف البرجستري ديالي مليون وستين تا هو الوراق ياك تجيب الوراق هذا واش المهم الخوش هذا اللي قدامنا حاليا ما عندهش ورقات باقي ما عطاوش الزرقه مازال اللي من ليه سليمان اللي عطاني سليمان الخوت عطيني فيه مليون و80 غادي نبارطاجيو معكم انت هو سليمان كيديرو كاين المليح شكون هو كاين تيديرو كاين المليح بو ما تعرفوش راه ب 70 مليون بو ها هو هايه انت راه كان عندك بداك الشيء اللي كاين لك بو ما شريت معك زيد زيد شويه مارطينيز ما بقى الحال الله يقول عطينا دابا تبيعوا لي اخويا البرك ولا انا كنشري البرك يا اخويا شنو صرات مراد صباح قول له قول له قول له ارا ارا ولدي ارا ولدي ولدي محمد بغابة دير لي يا خويا شي مشي انا ولدي تكلم ابو غابة تكلم ابو غابة اه هو هو انا عندك عبد ابو غابة انا معك كما كنشوفوا الخوت العاود هذا بوريقات ديالو شحال عطيتي دابا سي حميد 14000 درهم اللي عاطين حاليا هضرب الوريقات ديالو الخوت اشتري يا خويا
كما كتشوف معنا تبارك الله الخوت العود الله الله عندك عندك رجلك المهم برقع الخوت ضرب الوريقات ديالو الاخر لا المهم الخوت راه 1,80,000 اللي عاطين في هاد البرك هذا 1,80,000 الله يحفظك بارك الله فيك عمك وغادي تشوفوا معنا الاخر اللي كاين هنا وهذا عطاو شي حاجه خويا ولا مازال الله ها هو السلعه 170 سمعنا 170 اللي فتحوا لي الباب كما كتشوفوا الخوت كاع الناس ديال رحبه جمعوا حاليا عند بوغابه الله يسخر وصلوا مع 15,000 درهم 1,500,000 هذا أفضل إذا بني سبعين كما كتشوف معنا الخوت خيرات تبارك الله مازال الان الناس كتشاور المهم البرك السليماني راه وصلوا معاه 1,120,000 اسمح لي والزرق لحد الان 170 اللي عاطين الله يسخر لهم شي بغيت اخو
على راسي المليح.